السلطتان وتحديات دور الانعقاد الرابع. مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة، ستكون السلطتان التشريعية والتنفيذية على موعد مع تحديات عدة ستشكل إلى حد كبير الخارطة البرلمانية، وسينعكس معها التعاطي على مسار العلاقة بين السلطتين. الاستجوابات والسباق مع الوقت. أول هذه التحديات ستشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، عندها يدخل المجلس في جلسة مرتقب أن تكون ماراثونية، والتي ستناقش استجوابين على الأقل، مؤشر ينبه بشراسة رقابية شديدة. هذا الحق الأصيل للنائب كفله الدستور وأكد عليها، بيد أن تعدد المساءلات وخصمها من وقت الجلسات وكذلك الموازنة بين الرقابة والتشريع يبقى تحديا متجددا للسلطتين اللتين استطاعتا اجتيازه في انعقادات ماضية عبر جلسات خاصة وأخرى ماراثونية. الاقتصاد ورؤية 2035 والاستحقاق التشريعي. استحقاق تشريعي في غاية الأهمية كتطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي حجز مقعده برؤية حكومية جديدة تلافت معها الملاحظات النيابية، ما يدعم عبور الاستحقاق التشريعي نحو تحقيق الرؤية الأميرية السامية، ويعكس الدعم النيابي المتواصل للاقتصاد وبيئة الأعمال في دولة الكويت. الميزانية والبرميل المضطرب. الحكومة تحاول جاهدة تنويع مصادر الدخل بظهير تشريعي داعم ومساند، لكن يبقى كبح جماح الهدر في الإنفاق الشغل الشاغل للرقابة النيابية، ويبقى معه الترشيد مطلبا ملحا لكن ليس على حساب المواطن كما يؤكد ويشدد النواب. المقترحات الشعبية والتنموية والبحث عن التوازن. تتوالى المقترحات التي ترى فيها الحكومة كلفة مالية عالية تضغط على الخزانة العامة للدولة وتخصم من رصيد التشريعات الداعمة للتنمية. ستكون هذه المقترحات أمام اختبار تشريعي صعب في ظل تحفظ حكومي على أكثرها. الأولويات والبوصلة الأكثر ثباتاً. الإسكان والصحة والتعليم. ثلاثية أعاد مجلس 2016 تثبيت البوصلة عليها ليجعلها أولوية الأولويات، وعلى وقع ما تحقق من إنجازات لا تزال تلك القضايا تحديا رئيسيا للسلطة التشريعية وكذلك التنفيذية. السلطتان وتداعيات الإقليم الملتهب. فعلى وقع التطورات الإقليمية الخطيرة يكون تعاون السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية ضرورة لا خيار. هنا التوجيهات الأميرية السامية التي كانت ولا تزال بوصلة لحفظ أمن واستقرار دولة الكويت، سارت السلطتان على خطاها وعلى مدى عقود مضت جنبت الكويت أخطار ومستجدات الإقليم الملتهب. ترجمت المكتسبات إلى واقع ملموس هو تحدي هام شدد عليه رئيساء السلطتين في ختام دور الانعقاد الماضي. هذا الاستحقاق عملت الحكومة على ترجمته واقعا خلال العطلة الصيفية، وذلك عبر تطبيق القوانين المقرة ومعالجة الملاحظات النيابية، ومنها ترجمة الوعود التي صيغت على الورق إلى مكتسبات محسوسة يشعر بها المواطن وتحقق طموحات الشعب الكويتي.